يا ربنا يا الله، لو وهبت كل واحد منا 1000 نفس ثم جاد بها في سبيلك نفسا بعد اخرى، ما اوفيناك حقك على نعمة سكنى بيت المقدس، فلك الحمد كما تحب وترضى. ونشهد يا الله انك العزيز الحكيم، وانك الغفور الرحيم، وانك الحليم الكريم، وانك الناصر لعبادك المسلمين. ونشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله هو النبي المجتبى والحبيب المختصر، فتح الله به اعينا عميا وقلوبا غلفا واذانا صما. من احبه احببناه، ومن عاداه ابغضناه وعاديناه وقليناه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين خير القرون، وصل اللهم على سائر المسلمين الى يوم الدين. اما بعد، هنيئا لكم يا مسلمون، ما خصكم الله به من المكرمات، حيث جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختاركم من هذه الأمة لسكنى بيت المقدس ومجاورة المسجد الأقصى. فالقدس هي حكم دار المؤمنين حين اشتداد المحن، ومنها سيخرج بين فضيلة